أتم موظفة والأيلس أجاب العيالي وريلي يقول لي يوم خليهم ويوم عادي تمي في البيت. زين شو أسوي؟ في كذا شيء، إذا صغار والحالة المادية ريلس يقدر يشل، وأنتي حتى لو يعني وضع عادي يعني وتقدرين يعني تمشين وياه وراضية الحمد لله، يعني الحمد لله تقدرين أمورش طيبة، نعم تمي في البيت. أنا جلست في البيت 7 سنين، ولما اشتغلت في شغلة مدرسة أروح وأرد وياهم، فعيالي وياي سايرة أرد إلين ما كبروا الحمد لله. فهذا جانب. إذا والله الحالة المادية لا تستدعي إنك أنت تساعدين، لأنه فعلا بروحه راتبه ما يشل فعلا، وأنتم متعاونين مع بعض مثل ما بابا زايد رحمة الله عليه علمنا وقال إن أنت المرأة تكونين متعاونة مع زوجك، مو عشان تتعالين على زوجك، تتعاونون مع بعض. هني نعم اشتغلي. أما وخلي يكون عندك دعم من حولك، حد من أهلك، حد تثقين فيه يساعدك يعاونك، يكون في ترتيب بينك وبين الشغل. بس أنا أشعر أنك أنت في عندك إحساس بالظلم تجاه عيالك، ولا ما سألتي هذا السؤال؟ فريحي نفسك، أنا أقول ريحي نفسك، وإذا أنا أرى بنور الله يعني يلسي في البيت مع عيالك إليه ما تطمئنين عليهم وتأسسينهم ويكونون بخير إن شاء الله، ودوم بخير بنفسك. تراك أنت هذيل الاستثمار، وصدقيني بعدين بتشوفين نفسك وبتطلعين وبتطلعين طبعا بحدود اللي أنت تبينها، وتطلعين كترتفعين. فالله يا ربي يوفقك ييسر أمرك عيالك أولى فيك.